في آه يا الجمهور يا الجمهور، على بالكم شنو نبغيكم؟ نموت عليكم انتوما الجمهور، نبغيكم علاه؟ باسكو حيويين ناشطين رائعين، سيرتو كي دروك غادي نستقبلوا الفريق الاول اللي هو الفريق ها شكون؟ الاخضر. مرحبا وسهلا باللي جا وجاب. مرحبا بكم فريق الاخضر، ما شاء الله شابين رائعين واثقين من نفوسهم. ها انتم الفريق الاخضر وهذا الجمهور الرائع الجميل الشباب، ها شنو نديروا؟ واش رايكم نرحبوا مع بعض بالفريق الاصفر؟ يلا مرحبا. الله 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 الله. اي 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 تما كيف كيمنا زوج إناث لي زوم هاي وكيفه تفهمت وجيتوا لهنا ولا كي؟ ها الله نبداو نتعرفوا على الفريق الاخضر. معاد ماكش خايف؟ نورمال. والف تصيبو راك شفت كيف الحصه الموفمون تاعها وكاع راجع مراجع شويه دروس صافا باين يتكلوا عليك؟ ايه قولهم تكلوا عليا. ريبيا ها والاخت نسرين هذه ضحكه تاع الخوف ولا ضحكه تاع الثقه؟ ما شاء الله. ها شويه على بالي باللي كاين ستريس. شوفوا غير نبداو نضحكوا ونلعبوا غادي يروح كاع الخوف ويستريس، سيرتو كي تجيبوا اجابات صحيحه ونتخامس معكم. ها وسام صافا كي واجده؟ واجده. وسام راكم كيما نقولوا اصدقاء وان شاء الله لازم تتعاونوا باش تجيبوا اجوبه صحيحه ياك. ان شاء الله بالتوفيق لكم، ثقه كبيره على الفريق الاخضر. اي الفريق الاصفر كي راكم؟ لاباس. صوت عالي بصح لاباس غايه ملاح الحمد لله. هيا عرفوني بنفسكم. عصام شو جيت دير هنا؟ عصام جيت نتنافس وكي جيت تنافس راك باغي تربح؟ ايه. واليوم كي دير تربح؟ تبذل المجهود تاعك وان شاء الله تربح مع الاصدقاء تاعك. هيا زيد عرفنا. مريم اه يا مريم انتوما هنا خاوه ولا فاميليا ولا اصدقاء؟ لا كنا نقراو في نفس الاكاديمي اللي جابتنا. تقراو في نفس المدرسه ويعرفوا يقراو شويه ولا؟ صافا كيما انا. كيما انت يا تما تعرفي تقراي؟ الله يبارك. والاخت ناريمان ومريم و عصام راكم واجدين؟ نعم. ناريمان كي واجده؟ ايه. قولي لي صافا خايفه ولا شويه؟ شويه ايه. دوك يروح الخوف مع الفقره الاولى اللي راح نبداوها، هي فقره صحيح ام خطا. اسيل جات نبدا بالفريق الاخضر، يلا واجدين. سؤال اول يقول مدغشقر بلد اسيوي، صحيح ام خطا؟ مدغشقر بلد اسيوي صحيح ولا خطا؟ يلا قبل ما يخلص الوقت. صحيح. مدغشقر جايه في اسيا، قالوا لي صحيح وانا نقول لهم اجابه غير صائبه. هو بلد افريقي جزيره. معليش ركزوا مليح، على بالي تكونوا تعرفوا مدغشقر، برك التركيز لازم يكون مليح. اوكي يلا الان فرصه عند الفريق الاصفر باش يتقدم في النتيجه. السؤال يقول ايه الكرسي هي اعظم ايه في القران، صحيح ام خطا؟ صحيح. عصام صحيح قول تعرفها؟ ايه. الفريق الاخضر قالوا لي صحيح، شنقولكم؟ قولكم اجابه صائبه. نقطه اولى للفريق الاصفر. اي الفريق الاخضر يلا ها السؤال يقول اذا اقدم لغه مكتوبه هي اليابانيه، يا درا وش رايكم جمهور؟ هدوء يلا صحيح ام خطا؟ ها قبل ما يخلص الوقت. خطا اجابه صائبه. نعم اجابه صائبه. فريق الاصفر واجدين يلا
السؤال يقول: يعد البرتقال أغنى الفواكه بالفيتامين سي، يعني مكاش فاكهة أخرى فيها فيتامين سي أكثر من البرتقال، صحيح أم خطأ؟ صحيح صحيح. كي تمرضوا بلا غريب تشربوا بزاف تاكلوا بزاف تشينا. ولكن أحيانا ماشي البرتقال، إجابة غير صائبة للأسف للأسف. كاين على بالكم كاين بزاف فاكهة معمرة بالفيتامين سي، على سبيل المثال المشمش، المشمش شو واحد كيش يقولوا له فيه بزاف، الكيوي كاين بزاف فاكهة فيها بزاف فيتامين سي على البرتقال. معليش يلا فرصة تاعكم فريق الأخضر باش تقدموا في النتيجة. سؤال يقول: يرمز اللون الأبيض للسلام. صحيح صحيح أم خطأ؟ صحيح صحيح. احنا في علامنا تاع الجزائر عندنا اللون الأبيض، اللون الأخضر واللون الأحمر واللون الأبيض، هي إجابة صائبة. ما تقلقوش كاع الفريق الأصفر، مازال عندكم فرص عديدة للتقدم. السؤال يقول: يقع المسجد الأقصى في فلسطين. صحيح. الجمهور لازم تكونوا هادئين، ما تشاركوش في الإجابات تقدروا تغلطوهم. صحيح صحيح صحيح. الأقصى ماشي هو القدس. إذن هي إجابة صائبة. نعم هو أولى القبلتين وثاني الحرمين، أو ثالث الحرمين. نعم يعني القدس هو الأقصى. أنا بغيت نخلطها لهم، قلت لهم كنت نقول لهم القدس الأقصى منا. برافو لكم. ها نبدأ نضربوا لها. يلا يس يس يس. أخضر جاي لعندكم. السؤال يقول: الروبل هي عملة روسيا. الروبل التروبل. اليوم تتروبل، صحيح ولا خطأ؟ فهمت على سماوها الروبل؟ ها صحيح صحيح. روبلا روبلا هو هو روبلا. إجابة صحيحة. نعم برافو. ها نجي نتخامس معكم ما سيدي توما تاني. يس اوبا اضرب لها. يس يس يس. راح الخوف صاي صاي، بديتوا تحسوا روحكم بيان. توما فريق الاصفر ثاني راكم بيان. ها السؤال يقول: اسرع حواس عند الانسان استجابه هي السمع. السمع سمع الحاسه كاع الخفيفه هي السمع، زعما استجابه. صحيح ام خطا؟ صحيح ام خطا؟ كله. ها قبل ما يخلص الوقت يلا. صحيح صحيح صحيح. اي اي للاسف غير صائبه. شكون هي الحواس اكثر استجابه بسرعه؟ معليش 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 فريق الاصفر، معليش مازال عندكم فرص اخرى. الان فرصه راهي عند الفريق الاخضر باش يتقدموا اكثر واكثر. السؤال يقول: الاخطل هو طويل الاذنين. الاخطل طويل الاذنين، هذا شغل تنمر صح لغه عربيه. يلا صحيح ام خطا قبل ما يخلص الوقت؟ صحيح صحيح صحيح. ثم اخطل شنقولكم؟ صحيح. نعم واي غير هاك واي، لازم واي كبيره. ها واي هذه هي واي تاع بصح. اذا الان الفرصه للفريق الاصفر لتقليص النتيجه. واش دين؟ السؤال يقول: لا يستطيع البعوض الطيران في المطر. صحيح ام خطا؟ صح. ها صحيح صحيح. بعوض ناموس. قالوا لي لا يستطيع. صحيح. نقول لكم انا للاسف للاسف اجابه غير صحيحه. اي 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 ناموس نورمال يطير في المطر في الكا ما في دوك مخيم محيرني. ناموس في الشتاء وكاين يقرص هاك. والله العظيم. يلا كان هذا اخر سؤال في المرحله الاولى. صحيح ام خطا بفوز الفريق الاخضر 4 نقاط لنقطتين للفريق الاصفر. تصفيق عليهم. الفريق الاصفر لازم تشجعوها، الفريق الاخضر لازم تشجعوه. تهمين وانتوما
انا والجمهور تاعي رايحين نحاسبوا لهم بطريقه حماسيه باش نشجعوهم. اوكي يلا واجدين. واحد زوج ثلاثة تاعي طلاق. ها يلا 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 ممنوع اللمس بالايدي. اي 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 اوه اصابه راحت. يلا يلا بسرعه 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 بسرعه. اي 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 فريق الاخضر متقدم. اوه اصابه اولى للفريق الاصفر. يلا الفريق الاخضر متقدم. الفريق الاصفر تقدم يتعدل النتيجه. يلا بسرعه بسرعه. اي 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 كملي 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 لازم غير بالعقل. ها يلا 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 اوب 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 هاي هاي. اي 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 شجعوها شجعوها شجعوها. يلا هاي اي 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 الفريق الاخضر متقدم بنتيجه كبيره. كمل كمل كمل. ها نبداو نحسبوا معايا. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 خلاص خلاص. اب 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 وي ويلك وين جبتها لداخل. يلا اماكنكم. اوه اي 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 اي. اذا ثلاث كرات للفريق الاصفر وخمس كرات للفريق الفائز وهو الفريق الاخضر. ها يلا نبداو مباشره مع الفريق الاخضر. الماده اللي راح تختاروها الان في الشاشه الكبيره وشنو هي الماده اللي زعما تجيكم سهله وتختاروها الان؟ ها ثقافه عامه جغرافيا فيزياء علوم رياضه تاريخ لغه عربيه تربيه اسلاميه. يلا جمهور هدوء باش. ثقافه عامه. ثقافه عامه جمهور. نعم هما يخيروا. هيه هذا جوكر هما الاولين اللي يخيروا. ايه ربحوا في التحدي. يلا قلتوا لي ثقافه عامه. اذا مباشره راح نكتشفوا سؤال تاع اليوم في الثقافه العامه اذا سهل ولا صعيب. ها من هو الشخص الذي قتل ربع سكان العالم؟ هتلر هابيل او قابيل؟ هتلر. هتلر قتل ربع سكان العالم في الحرب العالميه الاولى ولا الثانيه؟ اه هتلر. هتلر صح ولكن قالوا لي هتلر. يلا نشوفوا الاجابه. اي اه اه يا اه فرصه ذهبيه. قلت لكم باللي هذا ما يعنيش انهم مربحين. عندكم فرصه ذهبيه باش تقدموا وتقلصوا النتيجه. يلا هابيل ام قابيل؟ اسمع يلا هابيل ام قابيل في زوج اولاد سيدنا ادم عليه السلام. نعم يلا ما عندكمش الوقت بزاف تعطوني اجابه الان. ها يجو يلا يلا واحد زوج ثلاثة. يلا هابيل اختاريتو هابيل متأكدين؟ هابيل خطأ. اسكت إجابة خاطئة. قابيل لما قتل أخوه هابيل كأنه قتل ربع سكان العالم ما كانوش بزاف في هذاك الوقت. هتلر حقيقة في الحروب ولكن ماشي هو. يلا روحوا الآن للفريق الأصفر. الفريق الأصفر رجعت لكم الفرصة باش تزيدوا تخلصوا. يلا لازم تستغلوها. المادة اللي حتختاروها نطرح لكم سؤال فيها. وشنو هي؟ فيزياء. ها بصوت عالي. فيزياء. ها يلا. يلا. تاريخ. تاريخ. عصام قال التاريخ. نعم التاريخ. نشوفوا اليوم سؤال في التاريخ اذا يكون سهل ولا يكون صعيب وان شاء الله يكون يا ربي سهل باش نطلعوا شويه المعنويات الفريق الاصفر. ها في اي عام تم تدويل القضيه الجزائريه بالامم المتحده؟ 1953 1957 1955. جمهور هدوء. يلا خلوهم يركزوا ما لازمش تشاركوا في الإجابات. يلا ما عندكمش بزاف الوقت. ها
نعم 1955 اصبروا تشوف نجبد لكم واحد الاجابه هنا كانت عندي من البارح اوه هيا نتيريها وان شاء الله نجيبها سوا سوا يس اوه اجابه صحيحه تجهزكم يلا يلا برافو اي 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 اجابه صحيحه ها راكم استغليتوا الفرصه واصلوا على هذا المنوال يلا الفريق الاخضر العلوم راكم سير العلوم يلا نشوفوا العلوم اليوم واش يقدر يكون فيها سؤال يا درا ما على بالناش يتكون الجهاز الهضمي من الانبوب الهضمي فقط او الانبوب الهضمي زائد البنكرياس او الانبوب الهضمي زائد الاعضاء الملحقه ها جاتك غريب السؤال ماشي غريب يلا تفتشاور مع اصدقائك يلا ما عندكمش الوقت بزاف الاخره جمهور الحق المقله ها الاخره منا ولا منا منا هذه الانبوب الهضمي زائد الاعضاء الملحقه اكدين ها اصبروا منا اجابه تكملوا لي ها منا منا هاي اجابه اتبع ودي ما عنديش دراهم ها والله ما عندي ها تقولوا عندي دراهم ها اجابه صحيحه نعم برافو يس 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 اه يا الفريق الاصفر الدوره تاعكم الان في اختيار الماده اللي نطرحوا فيها سؤال عليكم فيزياء نعم فيزياء حاضره معنا ها الفيزياء يلا نكتشفوا سؤال مع بعض يسري التيار الكهربائي باستمرار عندما تكون الدارة الكهربائية مفتوحة أو عند فتح القاطعة أو عندما تكون الدارة كهربائية مغلقة ها سؤال ظن سهل عندما تكون الدارة الكهربائية مغلقة عندما تكون الدارة الكهربائية مغلقة متأكدين؟ ها تاي مغلقة كيفاش يسري؟ مغلقة هبل عمي مغلقة مغلقة بصح هكا وهكا وهكا هكا صحيح نعم هاي اوه كان كنتوا قاعدين تطيحوا في الفخ قالت لي لا قالت لي نقولوا له مفتوحة وكان اللي قلت معليش معليش يا ودي المهم صحيحة المهم افرحوا دروك هيا الاخضر ما تنساوش دائما بلي عندكم الجوكر تاعكم ها الرياضه اللغه العربيه اسلاميه عربيه سمعتها قالت اسلاميه وانت قلت عربيه لا انا قلت اسلاميه عربيه انا ماش نقرا اعطوني كلمه واحده عربيه اللغه عربيه اللغه العربيه نعم يلا اللغه العربيه نشوفوا سؤال تاع اللغه العربيه تنصب وتجزم الافعال الخمسه بثبوت النون بحذف النون أو بالفتحة ها اللغة العربية يلا اللغة العربية ها يا اللغة العربية ها يلا هدوء جمهور راح نضطر أني نبعدكم على الفريقين شو شوش عليهم تقدروا تغلطوهم يلا عندكم جوكر بثبوت النون بثبوت النون عندكم جوكر استشارة بالجمهور عندكم تقدروا تستعملوه راكم متاكدين اوكي بثبوت النون ها بثبوت النون اصبروا اب حكمتها ها ثقيله بزاف هذه اي حسيتها في يدي حسيتها ثقيله كانت يا الفريق الاخضر مديتو فرصه الان الفريق الاصفر باش يعدل النتيجه ها بحذف النون ولا بالفتحة؟ حذف النون حذف النون سبورتشو سبورتشو نحكم الإجابة وراهي الإجابة وراهي وراهي أوب ها هي يي 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 يي. صحيحة نعم
برافو لكم، تعادل من الفريق الأصفر. بالصح الآن يا الفريق الأخضر صبحت عندهم فرصة ذهبية، ركزوا معايا للتقدم. اختاروا المادة اللي راح تكون الآن في الشاشة. يا درا وش من المادة راح يختاروها الفريق الأصفر الآن؟ ها أعطونا المواد في الشاشة. يلا رياضة. إذا المواد بقي الرياضة والإسلامية، التربية الإسلامية. يلا هدوء من الجمهور، هدوء من الجمهور. يلا وش عندنا؟ أه؟ رياضة والإسلامية وجغرافيا. كان رياضة وكان تربية إسلامية وجغرافيا. والجغرافيا ماذا تختارون؟ جغرافيا. ها جغرافيا تعرف لا جغرافيا. جغرافيا. ها يلا نختاروا الجغرافيا ونشوفوا مع بعض واش يقدر يكون في الجغرافيا كسؤال. ها إذا السؤال يقول: كم تقدر مساحة كوكب الأرض؟ 110 مليون كيلومتر مربع أو 500 مليون كيلومتر مربع أو 850 مليون كيلومتر مربع؟ شحال زعما الكرة الأرضية تقدر تكون؟ 510. 510 راكم تأكد عيسان؟ تشاورتوا؟ أوكي ولا صفرة؟ شابين نقولكم؟ شابين نقولكم؟ ها هي يدي كي ندور نشوفوا الإجابة. نعم لأول مرة الفريق الأصفر يتقدم على فريق الأخضر تفيغاليهم. أوكي الآن روح لعند فريق الأخضر، ما تنسيوش عندكم زوج تاع لي جوكر مازال ما استعملتوهمش. يلا ها ماذا تختارون؟ يلا كرياضة والتربية الإسلامية. رياضة. رياضة صوت عالي. شو تختاروا؟ رياضة. صوت عالي. رياضة. لا لا في ثلاثة. رياضة. شو تختاروا؟ رياضة. الرياضة. آه يا شوفوا الرياضة شو يقدر يكون اليوم سؤال في الرياضة. هيا يا 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 أبا 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 أبا. كم هدفا يسجل لاعب كرة القدم ليقال بأنه أودي سبور؟ على بالي على بالي قد سجل هاتريك. أيوة أربعة أهداف، هدفين، ثلاثة أهداف. شحال قلت لي؟ ثلاثة هاتريك. ثلاثة؟ آه. نسيوها ونشوفوا شا قلتوا؟ نسيوها؟ ها هي البالونة، هاي الأولى، وحدة. أصبر ندير ثلاثة. على إجابة صحيحة. نعم نعم إجابة صحيحة يا سيدي. هاتريك. شكون يسجل بزاف لي هاتريك؟ كاينين. شكون باريس بواحد؟ شكون؟ ميسي رونالدو. كريستيانو رونالدو هو اللي مسجل بزاف لي هاتريك. صحيح ياك فرحت. ها طيب يا الان راكم تعادل، نروحوا لاخر ماده هي التربيه الاسلاميه. راح نطرحوا لكم سؤال في التربيه الاسلاميه ان شاء الله يكون سهل عليكم وتجيبوا السؤال. ها يلا كم عام صام الرسول عليه الصلاه والسلام؟ من مرات؟ 8 مرات، 9 مرات، 10 مرات. صام رمضان شكون على بالكم؟ يلا كم من عام صام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ من مرة ولا كم من عام؟ يلا ما عندكمش بزاف الوقت، كاين 8 9 10 10 10. شوفوا اوكي 10 اجابه اي خاطئه. فرصه للاخضر باش يتقدموا. ها نقدر نسقسو؟ عندكم جوكر استشاره بالجمهور وعندكم جوكر الاخر راهو راح لانه هادو جابوا اجابه خاطئه ما تقدروش تستعملوا. يلا جوكر ولا تجاوبوا؟ جوكر ولا تجاوبوا؟ يلا 9 9 تسعة تسعة. نروح لها نجري، نروح لها نجري بالك تجي صحيحة. صحيحة نعم. أي 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 شوية ونطيح على جال الإجابة صحيحة. برافو. إذن مرة أخرى الفريق الأخضر يتفوق ويتقدم على الفريق الأصفر. تصفيقاتكم. ها جمهور
راكم متحمسين باش تعرفوا الأغنية؟ هاي يا 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 يلا نكتشفوها مع بعض. باص 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 المدرسة باص ويحلق في الأجواء ها في أعماق الأشياء يجول بنا كي نتعلم هذا هو باص المدرسة. إذن باص ويحلق بالأجواء تيريريريت وبأعماق الأشياء يجول بنا كي نتعلم هذا هو باص المدرسة. وتصفيق على المدرسة الجزائرية وين ما كانت. ها واش يقدر يكون يدخل يغوص ولا يطفو؟ واحد اثنين ثلاثة نرفعوا اللوحات نشوفوا الإجابات. أرفضيها مليح الإجابة. يدخل يغوص. يغوص الإجابة صحيحة للفريق الأصفر في غاليهم. إذن الآن التعادل هو سيد الموقف. رايحين نروحوا فاصل ونحسموا الحلقة تاع اليوم ونشوفوا شكون ربح أصفر أم أخضر. فاصل ونولوا يلا واجدين ولا مشي واجدين؟ نعم رانا واجدين. أنا والجمهور تاعي غادي نورجو لكم باللي راكم واجدين من الواحد للثلاثة ويبداو التحدي. هيا تحاسبوا معايا. ثلاثة دقيقة للعب. يلا تركيز. نقطة أولى للفريق الأصفر. ريح في بلاستيك ما تتحركش. يلا يلا ريح في بلاستيك لا أطلق. يلا 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 كم مليح الأكواب تاعك باش ما يطيحولك. جيد على الفريق الأصفر ما تقدم. ريح في مكانك ريح في مكانك. أي 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 كملي لعبي لعبي. يلا أوب 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 أوه كانت قريبة. الفريق الأصفر يبقى متقدم بالأقل وبشوية بزور. يلا أوب أوب هذه هي طريبيا. يلا يلا تقدروا تتقدموا. يلا الفريق الأصفر متقدم. أي 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 يلا يلا ألعب خفيف. أوب ما تقدمش بزاف وهات في مكانك طريبيا. هوب 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 يلا يلا أوه إصابة. نعم ها 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 يلا خمسة حسبوا معايا ثلاثة زوج واحد انتهى الوقت. الفوز اليوم خط حسام للفريق الأصفر. فريق الأخضر يلا روحوا معايا معليش تشجيعاتكم ليهم في زوج جمهور تشجيعات كبيرة. يلا ما تزعفوش فريق الأخضر لأنه دائما في سمارت جيل ما كاش فريق خاسر. انتوما وصلتوا حتى المرحلة الخامسة اللي احنا ما عناش نزيدوها لما يكون فريقين متعادلين. إذا فريق الأخضر ربحتوا معنا 5000 دينار لكل واحد فيكم. 5000 دينار رايحين تروحوا كقسيمة شراء تشروها من عند الواحة المركز التجاري وتشروا بها واش حبيتوا. إن شاء الله يكون أمور مفيدة لكم. ها راكي زعفانة؟ شوية معليش معليش يلا تشجيعاتكم لهم يلا. فريق الأصفر يعني تلفتوها لي ما عرفتش إلا شكون غادي يربح ولكن في الأخير حسمتوا النتيجة. هذا دليل على أنكم كنتوا كما نقولوا عندكم الأمل حتى الدقيقة التالية. ربحتوا معنا من عند دولسي سول 2 ملايين لواحد 20000 دينار لكل واحد فيكم. تروحوا تشيلوها كيما تبغوا وان شاء الله تكون امور مفيده لكم. يلا تصفيقاتكم للجميع وللفريقين. جمهور شنقولوا؟ نقولوا للناس اللي يتفرجوا فينا نتلاقاو الاسبوع القادم في نفس الحصه. وش من حصه؟ ها سمارت جيل. الى اللقاء.